قام وفد رفيع المستوى بوزارة الصحة السعودية برئاسة نائب وزير الصحة السعودية بزيارة مقر البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة، وذلك للوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة لضيوف الرحمن ومدى التنسيق بين الوزارة والبعثة في تحويل الحالات المرضية للعلاج بالمستشفيات السعودية وتقديم الدعم اللازم للبعثة الطبية المصرية. في إطار التعاون والتنسيق التام بين السلطات السعودية ممثلة في وزارة الصحة والبعثة الطبية المصرية، قام وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة السعودية برئاسة نائب وزير الصحة السعودي للصحة العامة بزيارة مقر وعيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة للوقوف على الخدمات التشخيصية والعلاجية التي تقدم لضيوف الرحمن على مدار الساعة وكيفية التنسيق بين الوزارة والبعثة لتذليل المعوقات كافة التي قد تواجه أعضاء البعثة. نرحب بكم أخواننا الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية، أرضكم وبلدكم، وإن شاء الله يكون الخدمات الصحية كافية وشافية لجميع الحجاج المصريين ومتوفرة لدينا، وزملاء في بعثة الحجاج المصرية برضو موفرين خدمات رعاية أولية للحجاج المصريين، وإحنا ندعمكم موجودين معاكم في الخلف إن شاء الله طول فترة الحج، وخدماتنا الصحية تحت خدمتكم وإمرتكم بإذن الله. يعني شفت أنا الخدمة في عيادات رعاية أولية مرتبة بشكل مجهزة بشكل جيد، والأطباء اللي فيها يعني استشاريين مختصين حيقدموا الخدمة إن شاء الله للحجاج الاعتيادية، وهم عارفين أدوارهم بالتمام، وإن شاء الله لو احتاجوا أي خدمات تستدعي المستشفيات إحنا موجودين إن شاء الله. عندنا الرعاية العاجلة، وعندنا الإسعافات نقل المرضى، وعندنا المستشفيات تقدم خدمات تنويم في المستشفيات لو احتاجها لا قدر الله أي حاج مصري إحنا في الخدمة موجودين. كما تضمن اللقاء سبل الدعم اللوجستي والتنسيق في كيفية إحالة الحالات المرضية من الحجاج إلى المستشفيات السعودية من خلال عيادات البعثة الطبية، وبخاصة الحالات الطارئة والتي تحتاج إلى رعاية ثانوية وتدخلات جراحية عاجلة ودعم البعثة خلال عملها أيام المناسك، بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمة العلاجية المقدمة للحجيج. كافة الدعم موجود من الخدمات الصحية السعودية، فموجودين في ظهرنا، احنا بنقدم الإسعافات الأولية والخدمات الأولية للحجاج المصريين، ومن منذ وجودنا ومنذ قدوم الحجاج المصريين في أكثر من حالة تم التعامل معها في المستشفيات السعودية على أكمل وجه. الدخول بيتم بسرعة غير طبيعية، الإجراءات بتتم بيسر وسهولة، وفعلا شعار خدمة الحجيج شرف لنا، ده شعار حقيقي وواقعي، وشكر جزيل وشكر خاص للمملكة العربية السعودية وشكر خاص للصحة السعودية لما تقدمه من خدمات للحجيج المصري. خدمات اللوجستية ودعم لا محدود من قبل السلطات السعودية للبعثة الطبية المصرية، فالكل يعمل في بوتقة واحدة لتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية تصل لمستوى الرقي. محمد حلمي، التلفزيون المصري.